السودان، إضرابات ودعوات إلى مظاهرة نحو القصر الجمهوري غدا في الخرطوم. فإلى أين تمضي الأمور؟ وهل يأخذ النظام زمام المبادرة؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج للخبر بقية. في أول تصريح له منذ بدء الاحتجاجات، شكر الرئيس السوداني عمر البشير أجهزته الأمنية على دفاعها عن النظام، ووعد بإصلاحات اقتصادية عاجلة. كلام البشير يأتي بينما تتسع دائرة الاحتجاجات المطلبية المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار. التظاهرات امتدت إلى وسط البلاد، حيث شهدت مدينتا المناجل ورفاعة بولاية الجزيرة مظاهرات فرقتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والهروات. تزامنت هذه الأحداث مع جهود تقوم بها المعارضة لتوحيد صفوفها، في وقت لبت قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين. بدأت مطالبهم بتوفير الخبز والحياة الكريمة، وانتهت بنداءات رحيل النظام. جماهير نادي الهلال السوداني تلتحم بالمواطنين المحتجين في مظاهرة ليلية تعد الأكبر في العاصمة الخرطوم. فعالية الحكومة في قطع وسائل التواصل الاجتماعي وهي مقطوعة حتى اليوم لم تكن فاعلة، لأن التنظيم كان جيد جدا والناس استطاعوا أن يتحركوا في شوارع درمان وأرهقوا الشرطة والقوات الأمنية إرهاق كبير جدا. ذلك يدل دائما أنا أقول على أن هنالك تنظيم وعدم فعالية قطع وسائل التواصل الاجتماعي. ودلت على شيء آخر، الاحتجاجات الليلية هي الأكثر فعالية والأكثر إرهاق للحكومة، فشلت في أوائل اللحظات في أن تحتوي هذه الاحتجاجات. السلطات التي تصدت للمحتجين بالغازات المسيلة للدموع مارست حملة اعتقالات واسعة، وكثفت التواجد الأمني بشوارع العاصمة الخرطوم تحسبا لأي تحركات شعبية، لا سيما بعد الموكب الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين الذي ضم صوته للمطالب الشعبية برحيل الحكومة. المواطنين السودانيين مصرين يدافعوا عن حقهم ويعبروا عن رأيهم، والحكومة من الجانب الثاني اللي احنا شايفينه حتى الآن إنها مصرة تقابل هذا الاحتجاج بالعنف وبالتقتيل، وبالتالي ما في سكة الحكومة دي موجودة إلا أن يكون تسيل أنهر من دماء من المواطنين المسالمين اللي بيعبروا عن حقهم وبيمارسوا حق من حقوقنا الدستورية الموجودة في الدستور بتاع 2005. أطباء السودان الذين بدأوا إضرابا مفتوحا إلا من الحالات الحرجة والطوارئ قد تلحق برقبهم كيانات مهنية أخرى، من ما يشكل وسيلة ضغط جديدة على الحكومة السودانية. التصاعد المستمر لمطالب المحتجين ينبئ باستمرار جدوى الاحتجاجات الشعبية بالسودان. وعلى الصعيد الآخر، ترى السلطات السودانية أن احتواء ما وصفته بالأعمال التخريبية بات وشيكا. سالي عثمان، تلفزيون العربي، الخرطوم. ينضم إلينا من أم درمان الدكتور الفاتح عز الدين، رئيس البرلمان السوداني الأسبق ورئيس قطاع الفكر والثقافة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومعنا من الخرطوم خالد الفحل الناطق الرسمي باسم مشروع الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومن مدينة نورش شرقية إنجلترا معنا الدكتورة سارة عبد الجليل نقيبة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة. لو بدأت معك سيد خالد الفحل، أنتم على الأرض ما تقييمكم لسير الاحتجاجات؟ هل هي تكبر أم في انحسار كما تقول السلطات؟ في البداية تحية لأسرة قناة العربي، ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نتقدم في البدء لجماهير الشعب السوداني بالتهاني للذكرى 63 لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، ولكن تأتي هذه الذكرى في هذا العام وبلادنا تشهد قضايا اقتصادية وتشهد ندرة
في متطلبات الحياة الأساسية. ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي ظللنا ننبه منذ فترات طويلة لهذا الذي نشهده اليوم، فنظرنا لكل المعطيات السياسية في البلاد بعين زرقاء اليمامة، وبتاريخ 13/12 تقدمنا بمذكرة للقائد الأعلى للقوات الشعب المسلحة. هذه المذكرة خاطبت القوات المسلحة من المنظور الوطني، لأن القوات المسلحة يقع عليها عبء أن تتحمل كل القضايا التي ترتبط بسلامة وأمن وحفظ المواطنين، حيث أن الدستور السوداني، دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، لم يخفل الدور الوطني المحدد فيما يتعلق بالكوارث ومواجهة لو سمحت عن دور الجيش ترتبط بحقوق الإنسان. ربما نصل له لاحقا. سألتك عن طالما أنكم على الأرض في الخرطوم، كيف تقيمون هذه الاحتجاجات؟ هل هي تكبر تمتد أفقيا وعموديا في عموم البلاد وإلى شرائح اجتماعية مختلفة، أم هي في تراجع كما تقول السلطات؟ ليس هنالك تراجع. ما يشهده السودان الآن هي ثورة شعبية مطلبية تتحدث عن مطلوبات أساسية وحقوق دستورية يطالب بها الشعب السوداني، وهذه المطلوبات الآن يعبر عنها كل الشعب السوداني في مختلف ولايات السودان، ونحن جزء من لا يتجزأ من هذا الحراك وهذا التنادي وهذا الاحتشاد الذي عبر عنه الشعب السوداني بكل حضارة وبكل إرادة قوية. انتزع الشعب السوداني كل الأشياء التي كانت تكبله في السابق وظل يرقب الأحداث لفترات طويلة على أن الأوضاع تتغير، حتى فاض الكأس، لكن ظلت هذه الكأس وطفح الكيل. يعني واضحة الفكرة تماما. دكتور الفاتح حزدين، دكتور الفاتح حزدين، في أم درمان المظاهرات في السودان لم يعد يمكن تجاهلها، هناك ثورة إما اندلعت أو في طور الاندلاع، وعلى السلطات أن تتعامل معها بوصفها خطرا داهما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر الجزيل لك ولضيوفك الكرام. صحيح أن الاقتصاد السوداني بيمر بظروف صعبة، وهي يعني بدأت منذ انفصال جنوب السودان عن الحكومة الاتحادية والوطن الكبير. وأول ما تم الانفصال فقدت الحكومة أكثر من 90% من مواردها الأساسية، اللي كانت تعتمد اعتماد كل حقيقة على النفط. وبالتالي الإشكالات الاقتصادية هي إشكالات تراكمية واستمرت لفترات طويلة جدا. التراجع الاقتصادي ده كان يفترض أن يكون من وقت طويل جدا، ولكن بفضل التدابير الاقتصادية والاتصالات مع الأصدقاء يعني في محيطنا العربي ومحيطنا الدولي استطاع الاقتصاد أن يحل بعض الإشكالات. فهذا لابد أن نقرأ بأن هذا الموسم هو من أفضل الفترة الزراعية عندنا على الإطلاق، 50 سنة مضت. وأيضا نحن بننتج الآن في هذه اللحظة 110 طن من الزراعة. والجيل على مستوى السودان الآن حوالي 20 مليار دولار. البلد بمناسبة سورية جدا، البلد غنية جدا، البلد فيها موارد ممتازة ومتقاعدة، مشاكل إدارية حدودية نحن وقفنا على هذه المشاكل الإدارية، أهمها المسائل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والموازنة الحالية. لابد من مراجعة قضية الدعم. الميزانية لهذا العام الدعم فيها 66 بليون بالغالب 66 مليار الآن، هي أعلى من ميزانية الدفاع. لكن دكتور عز الدين، نعم، هذا الواقع الذي توصفه يتفق معك فيه كثيرون، ربما المتظاهرون أكثر من يتفق معك فيه، لكن الكل يقول من هؤلاء المتظاهرين وأحزاب المعارضة والنقابات إلى آخره، يقولون إن الأزمة السياسية اقتصادية لكن جذرها سياسي، هو نظام استبدادي يرفض المشاركة في السلطة. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل لو سمحت. أذهب إلى نورش هنا في إنجلترا. دكتورة سارة عبد الجليل، يلاحظ أن هناك حضورا كبيرا للمهنيين السودانيين، للنقابات. هناك اليوم دعوة للإضراب، وهناك غدا أيضا دعوة إلى مسيرة نحو القصر الجمهوري. أولا، كيف نفسر هذا الانخراط من قبل المهنيين السودانيين في هذا الحراك؟
شكرا جزيلا للدعوة. المهنيين السودانيين منذ البدء كانوا يعني جزء من هذا الحراك، وده أمر طبيعي جدا، لأننا إذا نظرنا إلى السياسة أي دولة تنعكس في الصحة، في التعليم، في التنمية، في الصناعة، في الزراعة، وبالتالي القطاع المهني هو القطاع المتأثر بكل هذه السياسات. عليه كان من تجمع المهنيين الرؤية إنه العمل الموحد لتحسين أوضاع المهنيين، وكذلك يعني تسليط الضوء على كل الإخفاقات فيما يختص المجال المهني. الأطباء هم الفصيل الأول أو الكادر الأول الذي بدأ الإضراب اليوم، لكن المتوقع هي سلسلة من الإضرابات، وإنه المهنيين تتوقعون استجابة كبيرة دكتورة؟ نعم، تتوقعون استجابة كبيرة لهذه الدعوات للإضراب؟ الاستجابات للإضراب في اليوم الأول، اليوم الأول طبعا كانت معقولة جدا وإيجابية. لن نستطيع أن نقول أنها 100% طبعا ضواقع، إضافة لأن الإضرابات هي للحالات الباردة وستظل الحالات الباردة فقط، يعني لن تشمل الطوارئ، لكن الاستجابة إيجابية، وحتى من خارج المستشفيات خارج ولاية الخرطوم، يعني هنا حوالي 24 مستشفى أعلنت تضامنها. فنحن نتوقع بما أن الإضراب مستمر، وبما أن الوضع في السودان كما هو ولا نأمل في أي تغيير، بأن الإضرابات من قطاعات أخرى ستتزايد. نعم مشاهدينا، على كل حال الاحتجاجات في السودان دخلت يومها السادس كما هو معروف، ويبدو أنها تنتقل إلى مرحلة جديدة مع دخول شرائح اجتماعية ومناطق أخرى أيضا إلى هذه الحركة الاحتجاجية. نتعرف في هذا التقرير على خارطة المظاهرات في السودان. تشهد ولايات سودانية منذ الأربعاء الماضي موجة احتجاجات شعبية تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني لتبلغ في السوق الموازية 60 جنيها مقابل الدولار الواحد. وجراء تدهور قيمة الجنيه يعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، وارتفعت معدلات التضخم لتبلغ 70%. الاحتجاجات التي تبدو في ظاهرها اقتصادية تعبر كذلك عن أزمة سياسية لم تفلح الحلول الحكومية في معالجتها. دائرة الاحتجاجات اتسعت لتشمل 12 ولاية من أصل 18. الموجة الاحتجاجية الراهنة اندلعت في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، ثم امتدت في اليوم نفسه إلى مدينة بورسودان، واتسعت دائرة الاحتجاج الخميس الماضي لتشمل مدنا رئيسية منها الخرطوم والفاشر وكسلة ودنقلة والغضارف. وفي اليوم التالي امتدت الاحتجاجات إلى مدن ربك مركز ولاية النيل الأبيض ومدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان، وتجددت الاحتجاجات السبت في كل تلك المدن، إضافة إلى مدينة الراد في ولاية شمال كردفان. واتسعت أمس الأحد رقعة الاحتجاجات إلى مدينتي أم روابة وترتر بولاية كردفان، حيث طالب محتجون بإسقاط النظام. وإجمالا شملت الاحتجاجات 15 مدينة في 12 ولاية. مع اندلاع الاحتجاجات بدأت السلطات السودانية بإعلان حالة الطوارئ، كما علقت الدراسة في 6 ولايات. خلال الاحتجاجات تعرضت مباني حكومية ومقرات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم للحرق في 7 مدن. وحتى يوم السبت أعلنت السلطات السودانية سقوط 8 قتلى، بينما تحدثت المعارضة عن 22 قتيلا وعشرات المصابين بمختلف المدن. شكرا رانيا. سيد خالد الفحل في الخرطوم، تحدثنا قبل التقرير عن دور المهنيين والنقابيين السودانيين، ماذا عن الأحزاب؟ هناك اتهامات كثيرة لكم بأنكم متخلفون عن حراك الشارع. الأحزاب السياسية هي جزء لا يتجزأ من هذا الحراك الذي انطلق في كل ولايات السودان. واليوم في الخرطوم تكونت الجبهة الوطنية للتغيير بمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية،
ونحن في الحزب الاتحاد الديمقراطي على الخصوص كل جماهيرنا على مختلف ولايات السودان هم جزء لا يتجزأ من هذا الحراك، والقوى السياسية الأخرى أيضا نحن لا نستطيع أن نقول بأنها خارج دائرة الفعل الأساسي، ولكن الذي نريد أن نؤكده بأن ما يشهده السودان الآن هو أزمة حقيقية واضحة المعالم، ليست فقط أزمة اقتصادية. من كان أن يتجاهل هذه الأزمة التي هي تعبير بالواضح عن أن الشعب السوداني الآن يعاني من الجوع ويعاني من الفقر ويعاني من التشريد، لذا ذلك يتطلب على النظام أن ينظر لهذه الأزمة نظرة حقيقية بأن الشعب السوداني انتفض، وأن هنالك حفنة من الإقطاعيين ومن تجار السوق الأسود هم الذين يستفيدون من خيرات هذا الشعب السوداني، الشعب السوداني الذي كان يجب أن يعيش في حالة من الاستقرار الاقتصادي، هذا الوطن به مكنون من الكنوز، به موارد اقتصادية كفيلة بأن تجعل منه قائد لاقتصاد العالم وليس على اقتصاد السودان أو أفريقيا، ولكن هنالك شيء مهم يجب علينا أن نتوقف فيه، هو الفساد المستشري في أروغة الدولة. هذا الفساد هو الذي أدى بالسودان لهذا الدرك السحيق، ولكن نحن سمعنا في الفترة السابقة عن حملة القطط السمان وتوقفت هذه الحملة. هذا السؤال نحن نوجهه للنظام، لماذا توقفت حملة القطط السمان؟ هؤلاء القطط السمان هم الذين التهموا قوت الشعب السوداني، هم الذين الفكرة واضحة تماما سيد الفحل. لو سمحت دعني أنقل كل هذه النقاط إلى ضيفنا دكتور فاتح عز الدين في أم درمان. استمعت إلى هذا الكلام، هناك أزمة حقيقية، كيف سيتعامل النظام معها؟ أولا لابد أن نؤكد بأن السودان يعني بصورة سريعة جدا مر بظروف بتاعت حروب طويلة، الكل يعرف هذه الحقيقة، وأن الحروب تأكل الموارد وتأكل الوقت أيضا، وهي مشكلة حقيقية تواجه نهضة البلد وتنميتها. طوينا الملف ده الحمد لله، نحن في جنوب السودان وصلنا الحمد لله الآن إلى فصل الدولتين، لأنه حقيقة ما استطعنا أنه نمشي في إطار الدولة الواحدة. الغرب السودان الكل يعلم بأنه فيه حرب كانت طاحنة جدا مؤثرة بتأكل الموارد أيضا بالمقابل، طوينا الحمد لله هذه الصفحة الآن. أغلب الحركات الآن 99% من الحركات الآن داخل البرلمان، كان عندنا مشكلة ما زالت في النيل الأزرق، دخلت مجموعة من الكيانات والأحزاب. حدثني يا أخي العزيز، في أي دولة من الدول في الدنيا فيها 60 حزب داخل البرلمان وفيها رئيس يحكم البلد منذ 30 عاما وسترشح مجددا لانتخابات 2020؟ كم رئيسا اليوم في العالم حكم بلده ثلاثة عقود؟ هذا الرئيس منتخب انتخاب حر ومباشر، وهناك شعب يطالب بإسقاطه الآن يا دكتور. لماذا لا يخرج الرئيس عمر البشير ويقول لن أترشح مجددا؟ نحن أمام الشعب السوداني الحر. نعم، الشعب السوداني الحر أمامه أن يعبر عن نفسه. الآن نحن عندنا انتخابات قادمة، سيترشح الرئيس في مطلع العام القادم. هذا قرار للحزب يقرر أن يرشح أو لا يرشح. ألا يمكن أن يكون عدم يا دكتور لو سمحت لي، ألا يمكن أن يقول الرئيس لو سمحت لي فقط، ألا يمكن أن يخرج الرئيس عمر البشير لو سمحت لي، ألا يمكن أن يخرج الرئيس عمر البشير ليهدئ هذه الجموع الثائرة المنتفضة سميها ما شئت، ويقول أنا لن أترشح مجددا وأعطي السودان لشخصية أخرى ينتخبها الشعب في محاولة للخروج من هذه الأزمة السياسية الاقتصادية؟ أين المشكلة في ذلك؟ أنا أعبر لك بكل صدق، نحن اقتصادنا الوطني بيعاني من إشكاليات حقيقية. هذه الإشكاليات في أفق متميز بحل هذه الإشكاليات، وهي ليست إشكالات معقدة. البلد في قمة إنتاجه في هذا العام، الذهب 110 طن يمكن أن يصل إلى 200 طن، الحصاد الآن بتاع الموسم الزراعي من أفضل المواسم على الإطلاق من 50 عام. نحن إشكاليتنا الآن الحقيقية اللي بيعاني منها الشعب السوداني هي مشكلة إدارة في المقام الأول. الإدارة. وهذه المشاكل الآن الحكومة التفتت إليها،
ووضعت برنامج لن يتجاوز الشهر من الآن. نعم، والرئيس اليوم حدث، الرئيس عمر البشير قبل قليل اجتمع مع الأجهزة الأمنية ووعد بإصلاحات اقتصادية عاجلة. دكتورة عائشة في نورش، هل هذه الوعود كافية بالنسبة إليكم؟ معلش. طيب، الوعود التي ذكرها دكتور الفاتح، أول حاجة يعني دعني أشكره على الشفافية بأنه يعني قال أنه في مشاكل، وفي مشاكل في الإدارة. أفتكر يعني المؤتمر الوطني كحزم حاكم أتيحت له فرصة 30 عام لإدارة السودان، ومن المعروف أنه إذا في نظام حكم فاشل لمدة 30 عام بالتالي لا يوجد أمل في أي تغيير أو في أنه يجد أسلوب حديث أو جديد. عليه من المفترض أن تتاح الفرصة للشعب السوداني ليختار من يريد في الحكم وفي الإدارة. أحب أن أنبه أن القضية ليست عمر البشير وليست فقط الرئاسة، وإنما هي المنظومة الحاكمة. الفشل الكامل في المنظومة الحاكمة أدت إلى كل هذه يعني التدهور الكامل في البلاد. فبالتالي عندما نتحدث عن المشاكل في السودان في أي مجال كان، نتحدث عن تدهور كامل في البنية التحتية، عن فساد، عن تمكين. يعني نتحدث عن مثلا عن القطاع الطبي. القطاع الطبي الآن دستور 2005 بينص على أن المواطن السوداني من حقه أنه يتحصل على خدمات صحية أولية مجانا، على خدمات طوارئ مجانا. لكن هذا لا يحصل. نعم نعم، الفكرة واضحة وليس لدي وقت للأسف دكتورة. سيد خالد الفحل في الخرطوم، ألا توجد أنتم عندكم في المعارضة حلول إلا أن يرحل البشير؟ إذا رحل البشير تتحول السودان أو يتحول السودان إلى جنة؟ نحن نعتقد بأن الذي يجب أن يحدث ويحدث فورا أن تحل هذه الحكومة، يجب أن تحل هذه الحكومة التي لم تتمكن من التقدم خطوة نحو تقديم أي إصلاحات حقيقية تنعكس على المجتمع السوداني في متطلبات حياته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج. ولذا طالبنا وسوف نظل نطالب بأن يتم حل هذه الحكومة فوريا، وتكوين حكومة أزمة تعمل على إعادة هيكلة الدولة، وتعمل على قيام انتخابات حقيقية توصلنا إلى نظام شعبي ديمقراطي يحقق الحرية الديمقراطية المبتغى. هذا النظام الديمقراطي الذي نتطلع إليه هو الكفيل بإعادة الاستقرار الكامل للمجتمع السوداني. نعم. الأزمة الآن التي نعيشها في السودان هي أزمة عميقة لا يمكن أن تنجلي بين يوم وليلة، ولذا نحن نؤكد على هذا المطلب ونقول بأن حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي مكفول في المادة 40(1) من الدستور، حيث نصت هذه المادة يكفل الدستور حق التجمع أو حق التظاهر السلمي لكل جماهير الشعب السوداني، وهذا أيضا منصوص عليه في وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي في المادة 27(1). ولذا نحن نؤكد على أن الشعب السوداني قد قال كلمته، والشعب السوداني هو معلم الثورات، والشعب السوداني الفكرة واضحة تماما. أذهب سريعا وفي ثواني دكتور الفاتح حزتين، هناك دعوات، وهو الذي علم الشعوب معنى الحرية ومعنى أن تعيش وتنتصر. لذا نحن نؤكد بأن المارد السوداني قد انطلق، وسوف هذا المارد سوف يقدم ثورة حضارية بعيدا عن التخريب، وبعيدا عن إيذاء ممتلكات المواطنين، وبعيدا عن إيذاء. سيد خالد الفحل انتهى الوقت كليا، أنا أعتذر. خالد الفحل الناطق باسم مشروع الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي في الخرطوم، أشكر من أم درمان هاتفيا دكتور فاتح عز الدين رئيس البرلمان السوداني الأسبق ورئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني الحاكم، وشكر لضيفتنا في نورتش شرقية إنجلترا دكتورة سارة عبد الجليل نقيبة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة. مشاهدي تغطية الشأن السوداني متواصلة على التلفزيون العربي، كونوا بخير.